أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل إذا حذفت أل التعريف من أسماء الله لا تكون من أسماء الله؟ مثل العزيز، لو قلت عزيز يكون من أسماء الله وغيره. وكذلك الله جل وعلا يقول إنه عزيز حكيم، إنه عليم، ما في بس. تارة يأتي بالألف واللام، تارة يأتي بدونها. نعم، إنه علي حكيم وهو العلي العظيم، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، ما في بس. نعم.